ورجعنا لكم بعد الفاصل ومنورنا في الاستوديو الباشمهندس ادهم العزازي، باحث ومحاضر في نظم الطاقه. اهلا بيك يا باشمهندس، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله فندم، نعم كله كويس. تمام فندم، طالما معاك ابقى كويس. ربنا يخليك. هبدا معاك على طول واسالك دور الطاقه في دعم الانتاج والاقتصاد. طيب احنا الاول نعرف يعني ايه طاقه. الطاقه يعني باور، قوه دفع، المحرك الرئيسي للاقتصاد والمحرك الرئيسي للانتاج. لو هنتكلم الكهرباء بدات امتى في العالم، اللي هو مجالنا اصلا، مجال تخصصنا، بدات في العالم سنه 1880، كويس، بعد ما توماس اديسون اخترع المصباح باربع سنين، كويس، اخترع مجموعه مصابيح بتشتغل عن بعد، عن طريق عن بعد، بعد 3 ميل تقريبا. بعد كده نور اول شارع في فرنسا سنه 1881، كويس. احنا بقى في مصر نور اول شارع عندنا 1893. شوف حضرتك احنا قريبين ازاي. كويس، بدات الكهرباء دخلت مصر على يد شركه فرنسيه اسمها شارلي ليون، كويس. بعد كده اخذتها بعد 50 سنه شركه الاشغال والطاقه المصريه، كويس. بدات الكهرباء في مصر شركه حكوميه 100%، كويس كده بدا الطاقه في مصر. ده سنه كام؟ تقريبا بعدها ب 50 سنه، يعني حضرتك بتتكلم في 1840 1935، يعني من اوائل الدول. احنا من اوائل الدول. بقول لك يا فندم، احنا حضرتك بعد فرنسا ب 10 سنين. حضرتك شايف احنا فين؟ طيب تمام. حضرتك لما جت القياده السياسيه، سياده الرئيس لما جه استلم، في البرنامج الانتخابي بتاعه كان بيتكلم احنا عاوزين نوفر في الطاقه. نوفر في الطاقه بالامكانيات المتاحه لينا. الامكانيات المتاحه لينا اللي هو توفير، اللي هو قال لك ايه؟ قال لك انا ممكن اصنع، محتاج 400 مليون لمبه ليد عشان اوفر 81% من الطاقه. حلو الكلام؟ طيب لما جه استلم سنه 2014، حضرتك كان عندنا عجز في الطاقه 6050 ميجا وات. كويس، حضرتك دي طفره فظيعه في مجال الطاقه. يعني تمام، شايف حضرتك النور كان بيقطع ازاي؟ 6050 وصل عجز احد ايام صيف 2014، عجز 6050 ميجا وات. حلو الكلام؟ طيب احنا عاوزين، محتاجين قد ايه؟ محتاجين 6050. سيادة الرئيس عمل ايه؟ عمل 26 محطة على مستوى الجمهورية، ولدت لي 32000 ميجا وات. حلو، يبقى كده عندي وفر اكتر من 26000 ميجا وات. لا مش كده بس حضرتك، كمان 26 محطة دول قسمهم على مستوى الجمهورية، عمل محطات طاقة شمسية في اسوان، محطات بنبان، عمل محطات طاقة برياح. المحطات دي كلها على مستوى الجمهورية وفرت كام؟ وفرت 32000 ميجا وات. حلو الكلام؟ طيب وفرت فرص عمل 200000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ممكن نصدر طاقة؟ ممكن نصدر طاقة يا فندم. انا هقول لحضرتك برضو احنا جايين، حضرتك عمل محطة في اسوان، عمل محطة تانية في مطروح، محطة ضبعة. المحطة دي 8 محطات في بعض. حلو الكلام؟ اول محطة منهم، محطة 4 محطات، كل محطة فيها 4 مفاعل نووي. ده اول محطة واحدة بتولد كام؟ كل مفاعل بيولد 1250 ميجا وات، باجمالي تقريبا 5000 ميجا وات. حلو الكلام. كلام السيادة بتقول احنا ممكن نصدر طاقة، ده اساسي لازم نصدر طاقة. ليه بقى؟ يعني احنا عندنا فائض دلوقتي، يعني مصر دلوقتي عندها فائض من الطاقة ان هي تصدر. حاليا دلوقتي عندنا 26000 ميجا وات فائض، بعد ما كان عندنا عجز كام؟ 6050. عشان الناس بس تسمع كلام حضرتك اللي بيقولوا ان دور الدولة، لا دور الدولة هما، نرجع بس 5 سنين كده ايام ما كانت الكهرباء طول الوقت بتقطع. دلوقتي المهندس ادهم بيقول لنا ان احنا سهل جدا ومتوفر جدا ان احنا نصدر الطاقه، اللي بتبقى دوله مصدره للطاقه. معلش الكلام ده ما جاش من فراغ. كويس، احنا ليه بنقول اسعار الطاقه غليت والكهرباء والكلام ده؟ الدوله يا فندم صرفت 616 مليار جنيه على دعم الطاقه بس. احنا ما نعتبرش برضو دوله غاليه في الطاقه، يعني بره في الكهرباء والحاجات دي بتبقى اعلى مننا كتير. الاستهلاك العادي يا فندم، احنا بنتكلم في الاستهلاك العادي. كويس، ان لو من غير الدعم، قصدي حضرتك من غير الدعم الحكومه بتقدمه. لا 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 لا، في دعم يا فندم. حضرتك احنا شبكه ربط الكابلات انت مش بتحملها، المواطن العادي ما بيتحملش حضرتك في الكهرباء غير اللي هو بيستهلكه بس، الاستهلاك بس، الاستهلاك. لكن شبكه المحولات على مستوى الجمهوريه، شبكه الكابلات، حضرتك بتكلمي اكتر من 481000 متر كابلات على مستوى الجمهوريه اتغيرت. حضرتك بتكلمي في عماله، حضرتك بتكلمي في محطات، حضرتك بتكلمي جهد جبار بمهندسين، حضرتك بتكلمي على محطات جي اي اس، حضرتك بتكلمي في طفره ما حصلتش قبل كده في تاريخ مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام، ده لسه محطه طبعا نوويه ما اشتغلتش. حلو، ده هو استغل كل مكان. حضرتك هتلاقي فيه محطات شغاله برياح، استغل كل مكان. ليه بقى؟ عشان خاطر يشغل شباب الجمهوريه على مستوى الجمهوريه. حضرتك معلش، هو انا ينفع سيادتك يجي لي مستثمر من بره اصلا، كويس، وانا عندي عجز في الطاقه؟ حضرتك عارفه جالي كام؟
جالي 187 مستثمر عشان يستثمروا في مصر. حلو حضرتك لو تعرفي ان احنا حجم العجز اللي كان عندنا كنا ضايعين في مجال، كلنا كنا حاسين بالازمه وكلنا كنا حاسين بالعجز. يكفي ان كانت الصيف كله الكهرباء مفصوله عن البيوت يعني. طبعا يا فندم هو الفكر كويس، معلش هو فكر لمبات ليد كويس. اقول لك احنا كنا محتاجين 400 مليون لمبه ليد، هو احنا فعلا صنعنا منهم كام؟ صنعنا منهم 60 مليون لمبه ليد كويس، من 400 مليون، من 400 مليون ولسه لازم تغير كل ليد. معلش هو قالك هوفر 81% من الطاقه، لا وكمان عمل محطات عشان يعمل فائض. حلو معلش احنا ماشي بطريقه متوازيه يعني، متوازيه يا فندم متوازيه كويس. هو قال اللي هيحصل في عهدي والطفره تحصل في عهدي مش هتحصل تاني في مجال. معلش يا فندم انا بتكلم في المجال بتاعي كويس، ان حد يقول لك احنا شايفين الدنيا ان الحياه دي ماشيه كذا، انا شايف احنا مش شايفين، بالعكس احنا كلنا لامسين اللي حضرتك بتقوله. المواطن البسيط اللي ما عندوش اي فكره عن الكلام اللي حضرتك بتقوله لامس الموضوع جدا. كفايه ان الكهرباء ما بتقطعش، كفايه ان الكهرباء بقت استهلاكها اقل. يعني الاول مثلا كنت بتدفع رقم كبير جدا في الصيف والكهرباء قطع، دلوقتي انت الاستهلاك بقى عادل شويه. فكلنا لامسين ده، حتى المواطن البسيط لامس الكلام اللي حضرتك. خلي بالك يا فندم بس معلش، هو انا ينفع ان انا بيتي يشتغل واشغل مكيفات وعندي جار الناحيه الثانيه في مكان بلد في الارياف ما عندوش كهرباء؟ طيب أكيد. هو عملوا ايه كمان؟ وصلوا كهرباء ل 97% على مستوى الجمهوريه. الكره كلها دلوقتي ما بقاش فيه كره، دلوقتي ما بقاش فيها يا باشمهندس يعني كهرباء. 97% على مستوى الجمهوريه يا فندم كويس. الرقم ده كان الاول 65% واصل. عارف حضرتك ازاي؟ طيب ازاي الطاقه افادت في الربط بين مصر ودول الجوار؟ طيب تمام، افادت احنا زينا زي اي دوله في العالم بنصدر المستورد. تمام كويس. 2013 حضرتك 2013 احنا كنا بنصدر بقيمه 16 مليار دولار، كنا النهارده في 2019 بنصدر بقيمه قد ايه؟ 29 مليار دولار. حلو الكلام، شايفه طفره قد ايه؟ كنا سيادتك بنستورد بكام؟ كنا حضرتك بنستورد تقريبا ب 72 مليار دولار، النهارده بنستورد بكام؟ ب 58 مليار دولار. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ انا مثلا بتعامل مع السعوديه، انا بتعامل مع قبرص، انا بتعامل مع السودان. حلو، بدل ما انا استورد منهم، ما انا استورد منهم وادفع فلوس، ما استورد منهم واعمل شبكه ربط محولات بينه وبين 7-8 دول. حلو، بحيث ان الطاقه تربط بيني وبين دول الجوار، اديها الفايضة عندي واخد منها، اخد منها بترول، اخد منها لحوم من السودان، اعمل ربط. حلو، يبقى هو الشبكه اللي موجوده عندك ربط بيها بينه وبين الناس. احنا اعتقد احنا الشبكه الاقوى في الطاقه في الدول المحيطه اعتقد يعني، دول المنطقه يا فندم، دول المنطقه. معلش هو جميع المهندسات جميع الشركات، احنا كنا بنورد عماله، كنا بنورد عمال لجميع الدول. حلو، بنعمل محطات، العماله المصريه او المهندس المصري شغال في كل مكان في العالم. حلو، بيستفادوا من خبراتك. لما جيت شركه سيمنز اللي كان شغال فيها هي بتصنع الماتيريالز بس، واحنا الفنيين والمهندسين مصريين. حلو، وخدونا معاهم في كل مكان. احنا في مجال الطاقه او مجال الكهرباء احنا متفوقين جدا جدا كعماله كهندسه. تعرف حضرتك احنا بننتج من احتياجاتنا في الكهرباء 60% من احتياجاتنا ما شاء الله، 60% بتكفينا. حلو، اللي هو الماتيريالز نفسها. غير بقى حضرتك قلت لك لسه فاضى عندي في الباور. طيب احنا معانا اتصالات. الو صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اتفضل. اخبار حضرتك يا سنة؟ اتفضل، نتعرف بيك. مع حضرتك سيد علي. اهلا بحضرتك يا استاذ سيد، اتفضل. الله يبارك في حضرتك يا فندم. حضرتك انا متابعين من حضرتك من فتره وشاكرين حضرتك على الحاجات الجميله حضرتك بتطلعها لنا يعني. ميرسي جدا لذوقك، ميرسي جدا. في اي سؤال للمهندس ادهم؟ والله الباشمهندس ادهم كان عمل لي شغل وهو بصراحه من الناس من احسن الناس وافضل الناس اللي اتعاملت معاهم. ده من جمهورك. شكرا يا فندم. من جمهورك ومتابعينك. بس هو عليه فلوس لينا. باشمهندس عليك فلوس لينا يا استاذ سيد. اخبار حضرتك يا باشمهندس؟ الحمد لله يا فندم تمام. احنا شاكرين افضلك، شاكرين افضلك يا فندم. الله يبارك في حضرتك يا رب. حضرتك كنت عملت لي شغل ومن فضل الله حاجه كويسه خالص. ربنا يكرمك. من احسن الشركات اللي اتعاملت معاهم، الناس عملت لي شغل في سلتي وفي شغلي وفي مكتبي، وناس من احسن الناس. ربنا يكرمك يا فندم. ربنا يكرمك. بنشكر حضرتك على، بنشكر حضرتك ونشكر الاستاذ هنا اللي هم بيجيبوا لنا ناس نماذج كويسه كده وحاجه حلوه كده. ميرسي جدا يا فندم بقى. طيب ميرسي جدا لحضرتك ونورتنا. اعمل لك دعايه للشركه بتاعت حضرتك يا باشمهندس. هنرجع وعايز اسال حضرتك، حضرتك شايف ترتيبنا ازاي في الطاقه؟ في 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 نتائج مبشره؟ في نتائج مبشره. طيب احنا لو بنتكلم، احنا كان حضرتك بتكلمي في الترتيب بتاعنا كويس. طاقه يعني استثمار. حلو، هو انا ينفع اجي اشتغل عند حضرتك وابعت لك حد من الرجاله عندي وانت ما عنديش كهرباء في البيت؟ تمام كويس. ينفع اعمل، احنا اسسنا،
احنا معلش ينفع حضرتك اعمل مثلا القنبله اللي حضرتك ساكنه فيه اعمل فيه مشروع مثلا كويس او اي مشروع خدمي وما فيش كهرباء فيه؟ طيب جه عندي مصر زي ما قلت لك 187 مستثمر، كان ترتيبنا في 2015 في الاستثمار في العالم 117، بعد ترتيبنا في الامان في امان الاستثمار النهارده ترتيبنا في امان الاستثمار في 2019 ترتيبنا 57. شايف القفزه؟ طبعا. قدين كويس ضخ استثمارات قدين 8 مليار دولار جت من بره، الشركات اللي كانت بتصنع في تركيا وبتصنع في كذا مكان قالت ما صنع هنا في مصر. حلو، لان معظم الشركات دي قالت لك مصر دوله الشغل فيها كويس. حضرتك بتكلمي قدة أساسية اتكلمت على 1,000,000 وحده سكنيه، عملت منهم 817,000 وحده. حلو، ده احتاج ايه؟ كهرباء، كهرباء جديده، سكن جديده، مصانع جديده تشتغل كويس، مبادرات التصنيع اللي شغاله. حلو، ده كله البلد سهل. كلها اختلفت والبلد كلها بقت في طفره فعلا حقيقي اخر 5 سنوات، وكلنا لامسين ده، وحتى مش دول الجوار بس، لا العالم كله شايف مصر رايحه على خطى كويس جدا. عايزه اسال حضرتك عن خطر الشائعات بقى في على الانتاج والصناعه. طيب احنا بنتكلم الناس كل يوم بتقول اي كلام، يعني لولا المعلومات مثلا اللي حضرتك فتنا بيها وبالارقام الناس بتقول اي كلام. طيب ماشي يا فندم، حضرتك ده مجالك اصلا، حضرتك الاعلام ده كويس. طب انا عايز اسال حضرتك، حاولي ستك على حاجه، انا واحد من الناس في مجال شغلي، لو خدنا المعلومات اللي احنا بنتابعها من الناس الافاضل زيكم كويس، وحضرتك قلتها لي قبل كده واحنا بندردش، احنا عندنا في 3 شهور اللي فاتوا 23,000 شائعه. حلو، حضرتك موجود عندنا على الفيسبوك حسابات 65 مليون حساب على الفيسبوك كويس، منهم 10 مليون حساب مزيف. مزيف. حلو، الشائعات في مجالنا على فكره الاسعار هتغلى. هنتكلم عن الصناعه والانتاج. ما بتكلمك. حلو، يقول لك الاسعار هتغلى، الحق خزن ماتيريالز كويس، الحق اشتري تولز. حلو، الحق اصفي الناس. لا الحق اعمل كذا. حلو، لا وقف المصنع الفلاني، لا خد فلوسك واستثمر بره. الشائعات يا فندم بتضر مين؟ اول ما بتضر بتضر الراجل الغلبان اللي تحت كويس، وبعد كده بتوقف الناس الكبار اللي شغاله كويس. يبقى خطر الشائعات بتهدنا انا قبل ما تهد كيان دوله. وعلى فكره ما فيش النهارده، ما فيش حرب هيحاربك بالسلاح، النهارده بحاربك فين؟ بحاربك في الاقتصاد بالكلمه، والكلمه امانه يا فندم. الكلمه هتوقف ناس زي حالاتنا شغاله ومعها 10 15 واحد شغالين هتوقفهم. طيب ازاي بقى المواطن العادي يكون شريك شريك في توفير الطاقه؟ طيب يكون شريك ايجابي في توفير الطاقه. حلو الكلام، انا شكرا على السؤال ده يا فندم، السؤال ده ممتاز. طيب حضرتك بتستخدمي في بيتك اكتر حاجه بتستخدم كهرباء ايه؟ السخان، التكييف، الدفايه. كويس، هو انا بنصح حضرتك بدل ما تجيب سخان فوري حضرتك اعمل سخان شمسي، بدل ما تشغلي دفايه اعمل شبكه تدفئه مركزيه. حضرتك بدل ما تشغلي مش كل الناس عندها امكانيه ان هي تعمل شبكه تدفئه يا فندم، خلاص سيبك من شبكه بعدين دي مكلفه جدا على فكره. لا مش مكلفه فندم، اللي هي بتتعمل في البيوت تبقى بالميه صح، مصير الميه مكلفة. دي مكلفه جدا، بتبقى محتاجه كمان في تاسيس البيوت، يعني انت لو انت عندك فيلا او لو انت عندك شقه انت محتاج ان انت قبل ما تعمل اي حاجه تاسس اول حاجه. طب بلاش يا ستي شغلي دفايه اللي هي شمع، وشغلي دفايه زيت، ما كل حاجه لها بديل. احنا نبقى عارفين او عندنا وعي ايه اللي بيوفر في الطاقه. معلش بس في حاجه مهمه جدا جدا في مجالنا، معلش اللمبات الليد حضرتك عارفه احنا عندنا في مصر كم مصنع بيشغل في اللمبات الليد؟ 70 مصنع. حلو الكلام، واكتر من 2000 ورشه. مش مرخص منهم غير 11 مصنع. عارفه ده ليه؟ ليه بقى؟ ان هو كل واحد بيطلع مش عاوز يدفع ضرايب ويشغل اي حاجه ويرمي اللمبه وخلاص تبوظ بعد كده تدور المواطن العادي. المواطن لازم يكون عنده ثقافه الوعي ان يشتري اللمبات من الاماكن الكويسه والاماكن المدعومه والاماكن اللي هي هتوفر فعلا. ليه؟ على فكره الدوله مهتمه جدا باللمبات الكويسه اللي هي بتعيش عشان توفر للدوله، وبتنزلها دلوقتي على وصلات الكهرباء. ده هيوفر فعلا معانا، يعني موضوع اللمبات الليد ده فعلا هيوفر فين؟ هيوفر فين؟ هيوفر. واصل معظم استخداماتنا لمبات اضاءه لايتنج. طب التكييفات والحاجه دي طبعا يا فندم، التكييفات هو حضرتك لما تشتري ثلاجه هتلاقي مكتوب عليها الفئه بتاعتها، اشتري يا فندم الفئه ايه؟ حلو، التكييف بتاعك بدل ما تجيب تكييف عادي، التكييفات كلها دلوقتي شغاله ايه؟ الانفرتر. كويس، الانفرتر ده بتوفر 60% من الطاقه التكنولوجي بتاعها. طيب دور الاعلام بقى في دعم التسويق. دور الاعلام في دعم التسويق. طيب احنا لو بنتكلم، هو معلش يا فندم، هو الاعلام والصناعه واحد
معلش ليه بقى؟ ده احنا حاولنا ان احنا نربط بقى بما ان حضرتك متواجد معانا، حاولنا ان احنا نربط. الاعلام الاعلام والصناعه واحد. حلو. هو حضرتك لو انت في استقرار في البلد كويس، احنا شغالين كلنا اعلام او غيره كده ولا لا؟ هتوجه الاعلام الاعلام النهارده توجه الاعلام النهارده ان البلد تستقر كويس. طيب هو الصناعه الصناعه دي بتساهم في الدخل بقد ايه؟ 20% من انتاج الناتج المحلي، 50 مليار دولار. حلو الكلام. طيب لو في صناعه شغاله، في اعلانات شغاله كده ولا لا؟ في ناس شغاله في كل مكان. حضرتك بتكلمي بقى بعدها بشويه ان طرق الدعايه، فاكر حضرتك الاعلانات زمان كانت ماشيه ازاي؟ الفكر بتاع الاعلانات، فكر الاعلانات الاول كان بيقعد 10 دقائق وخمس دقائق. النهارده اليابان فكرت فكره ممتازه جدا في الاعلانات، اللي هو ايه؟ الاعلان الضاحك. حضرتك بتلاقي معظم الاعلانات النهارده كلها ايه؟ ضحك. ده حقيقي. 30 ثانيه كويس تلمس قلب، وعلى فكره والمصداقيه في الاعلان كويس. هو ايه الفرق الاعلان اللي عاملوه على التلفزيون والاعلان اللي بيعمله في السوشيال ميديا؟ على السوشيال ميديا اعتقد بيبقى اقوى يعني. بس هقول لك يا فندم معلش، بس برضه مالوش رقيب. صح. اللي هو الفيسبوك كويس والانستجرام والحاجات دي مالهاش رقيب. الاعلان بتاع الدوله لما يطلع اعلان مع حضرتك على قناتك او على برنامجك، وحضرتك بسم الله ما شاء الله شغاله في كذا مكان، حلو، لما اطلع دي مصداقيه كده ولا لا؟ حضرتك مش هتدخلها عندك اي اعلان لان انت عارفه مصدره كده ولا لا؟ طيب يبقى الاعلان الاعلام لما يجيب اعلان كويس هيكون في مصداقيه، هيكون هو مسؤول عنه بعد كده. ليه التنافس بين شركات الاعلانات، بين شركات التسويق وتسويق على الجري على الاعلام؟ عشان خاطر سرعه انتشارها اكتر. معلش يا فندم، هو الاعلام اصلا كويس، هو حضرتك لحد النهارده مش كلها بتشغل اذاعه القران الكريم؟ طبعا لحد النهارده، رغم الدنيا كلها اتطورت كويس. هو التلفزيون حضرتك افتكر ذاكرتك شويه شويه، هو حضرتك التلفزيون ده فاكر حضرتك برنامج ما يطلبه المستمعون؟ طبعا تربينا على الحاجات دي، قبل فضيله وبوجو طمطم والحاجات دي. التلفزيون نفسه انا يعني انا من جيل بكار حضرتك. أيوة فندم، من جيل بكار. ايوه فندم، أيوة يعني من جيل بكار. طيب قبل فضيله ازاي يا باشمهندس؟ طيب ما سمعناها ولا لا؟ لسه طبعا 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 طبعا. لا من جيلها كمان. لا لا تسمعناها يا فندم كويس، والحاجات دي كلها بتاثر في ذاكرتنا. قصدي حضرتك هي شكلت وجدنا يعني، مش قصدك الاعلانات والبرامج والحاجات والاعلام شكل وجدنا. معلش هو حضرتك تسمعي برنامج على الناصيه ما حضرتوش كويس، لكن لحد النهارده معلق في اذهانك. طبعا كويس. معلش هو هنا القاهره اللي انا احمد سالم اول ما انطلقت الاذاعه في التون بتاع 1934 هو حضرتك حضرتيها؟ ما حضرتهاش كويس. طيب احنا النهارده بقى دور الاعلام برضو بنتكلم فيه في السوشيال ميديا. شايفه الاعلام مش الاعلام هو المقروء والمسموع والمرئي؟ حلو. هو الاعلام الدور بتاعه الاساسي اللي هو رقابي، تنموي، ترفيهي، تثقيفي، نقل مشاكل الناس وهمومهم للاداره السياسيه. لما يكون عندي اشاعه بجيب ايه؟ بجيب المسؤول احطه اقول له مصدر الاشاعه دي ايه؟ طب اختارهم ايه؟ اخطر الاشاعات؟ لا اخطر يعني المجال المقروء المرئي الاعلانات. لا اونلاين 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 اونلاين. انا برمي الكلمه السوشيال ميديا، السوشيال ميديا اللي انا برمي الكلمه مجهوله واقعد ارميها. هو حضرتك شايفه الاشاعات في ثانيه بتنتشر عدد شيء كتير. حضرتك شايف المشكله اللي احنا فيها بس اليومين دول ايه اللي حصل؟ بتلاقي حضرتك حد يقول لك فلان عنده كورونا. النهارده كان الاول الدوله بتكذب، النهارده ايه اللي بيحصل؟ المواطن نفسه بيقول له اتقي الله ما تقولش اي شيء على اي حد. بقى النهارده احنا رقيب، المواطن بقى رقيب على نفسه. هي بتضره. معلش يا فندم لما اقول لك خزني، هي ناس بتحب تعمل شو يعني، في بعض الناس بتحب تعمل شو. بس معلش يعني. معلش ما هو ده بيضرني انا. لما حضرتك تقول لي التجمع الخامس ما فيهاش شغل كويس، حضرتك بتقف حال الشركه عندنا. لما يقول مثلا ان في تكدس في المترو، وهو المترو ما فيهوش اي حاجه والناس بتركب وبتصور المترو وتصور. معلش يا فندم الاشاعات بتطلع مننا احنا كمان. معلش اقول لك الاسعار هتغلى، تلاقي ناس كلها بتجري على سوبر ماركتات تخزن. هو ده مش هيعمل ازمه؟ هو انا محتاج اخزن في بيتي؟ بس يعني دور الدوله القايمه بيه، لا دور ما ينفعش حد ينكره ان هي بتطلع، الدوله بتطلع بترد. لا الفيديو ده مش النهارده. أيوة فهم. صح. مش يوم الاربع، الفيديو ده كان قبليها. ايوه فهم. ايوه طب معلش والكلام ده من الكلام ده من زمان. معلش احنا بنتكلم برضو على الضمير برضو الناحيه الثانيه كويس. يا فندم حضرتك مش عاوز تعمل تارجت في المشاهده؟ كل واحد عايز يثبت مشاهدات. مش عامل تارجت في المشاهده. احنا عايزين ان احنا نساعد الدوله ان هي لا نعدي الازمه دي، مش ان احنا نبقى عبء على الدوله كمان وبنزود الشائعات. هو مين الدوله يا فندم؟ الدوله احنا طبعا. هو الدوله مين؟ شايفه دول العالم اتعاملت مع مواطنيها ازاي؟ احنا بنتكلم على الحكومه، نساعد الحكومه. انا الحكومه شايفه. معلش ما هو الحكومه بقت احنا اتخرطت فينا كويس. شايفه الاطباء، الطريق المدني بيجيب الناس، المواطن بقى هو اول اهتمامات الدوله كويس. فبالتالي احنا ورا الحكومه، ورا القياده السياسيه اللي تعمله احنا نمشي بيه. شايف الدول اللي بره اللي هي عندها طفره في الاقتصاد وعندها الدنيا حلوه بتعمل مواطنها ايه النهارده؟ ربنا بقى يا باشمهندس. معلش بس برضو يا فندم يعني الدوله مش واقفه، مش سايبه حد طبعا كده ولا لا؟ قال اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش. هو في دوله في العالم بتجري تجيب مواطنها؟
تحس المواطن المصري معاه خلاص عدى، الدوله بتجيبه وتعمله حجر، حجر صحي تحافظ عليه، ما سابتوش، اتعامل مع نفسك. طيب انا عايزه كده في الاخر، في نهايه الفقره بتاعتنا، حضرتك تدي نصيحه للمهندسين والشباب الخريجين الجدد اللي بيبقى مرتباتهم ضعاف قوي، مرتباتهم ضعيفه جدا، عشان يقدروا ان هم يكملوا ويستمروا. طيب معلش يا فندم، اتفضل. انا لما يكون عندي مرتب ضعيف كويس، في الاول اخد خبره، بعد كده هعرف اخد المرتب اللي انا عايزه. محدش عنده يعني خلق ان هو خلاص، الناس كلها بقت مستعجله، حتى الشباب بقت مستعجله، انا مش قادر ان انا اخد 5 سنين خبره، انا عايز اخد مرتب كويس. يعني ايه النصيحه لحضرتك؟ ايوه فندم، اصبر، ربنا هيكرمك بعد كده، ما في حاجه بتيجي مره واحده. هتجيب لنفسك احباط ليه؟ وانسى موضوع الشائعات، ما تصدقش حد بيقول لك تلاقي تعالى اشتغل عندي خد 10,000، ما حدش بيعمل كده. انت في الاول اديني خبره، وبعد كده افرض المرتب اللي انت عايزه. هو انا هديك خبره بناء على ايه؟ لازم انت شايف ان مصر دوله فيها فرص كويسه للشباب؟ فرص كويسه مهندسين؟ يا فندم انا قلت لك، انا لسه منزل اعلان، حضرتك لو انت شفتي لسه منزل اعلان، محتاجين مهندسين اتصالات كويس لشركات بره اصلا كويس، مش لاقيين. لا احنا بنتكلم في مصر هنا، في مصر في فرص شغالين كويسه، شغالين يا فندم، شغالين ومرتبات كويسه. شغالين، بقول لك هنا شغالين، مش لاقيين ناس تسافر بره اصلا. في مهندسين اتصالات كويس، في خبره في الفايبر والبنيه التحتيه، الناس كلها شغاله. يا سيدي هطلع اديك بره مرتب كذا، يقول لك انا بره باخد مرتب، هنا في مصر باخد 8000 جنيه. حلو كويس، هو خلاص احنا عندنا البنيه التحتيه دلوقتي محتاج ناس شغاله فيها. ارض خصبه ان يجي فيها مهندسين كتير، ده من خلال وجهه نظري. معلش انا خلال وجهه نظري وشغال النهارده يا فندم، معلش انا بجيب الصناعيه وبجيب مهندسين يشتغلوا معانا كويس في الشغل. النهارده مجرد ما ياخد منك المرتب عاوز يمشي يروح مكان اكتر، الشغل مفتوح. حلو، بس الشغل مفتوح لمين؟ معلش برضو احنا وموضوع العمال برضو محتاجين يبقى فيه رقيب. يعني انا مثلا افضل اني اجيب مهندس يمسك لي مثلا الشغل كله، افضل من العمال اللي كل واحد بيحدد السعر على هويته. يعني طب احنا عملنا قصه ثانيه خالص كويس، وبنادر بيها، عملنا جمعيه اصلا كويس، كل مكان يبقى ليه جمعيه. الجمعيه دي قبل ما يدخل عندك البيت يدخل عن طريق شركه صيانه. حلو، عارف حضرتك اصله، عارف حضرتك الشركات دي موجوده كتير اعتقد، موجوده يا فندم كويس، بتبقى امن وبتبقى يعني انا بفضل التعامل معاها طبعا. بتكون افضل استكل. حلو، بتلاقي حضرتك الدنيا اسهل، بتلاقي الحرفيه اعلى كويس، بتلاقي اختصار الوقت حضرتك. حلو، بتلاقي في حتى في المعامله هو عارف هو هيديك ايه وهياخد ايه وهيمشي. كويس، امن بعد كده، امن ليكي. فهماني يا فندم؟ ودور على حد اللي يكون معروف. ما جيبش حد لما اطلع مثلا في برنامج حضرتك، ده شرف ليا كويس، هيفرق معايا في السي في. حتى قلت لك انا جالك اتصور مع حضرتك النهارده وبس. ميرسي جدا، ميرسي جدا حضرتك. فعلا يا فندم، ما انا لما اطلع مع حضرتك انا طالع اتعلم مثلا. ربنا يخليك، ميرسي جدا. خلاص انا بعرف هاخد مني كذا وكذا وكذا وكذا، هينفعني في حياتي بعد كده. ميرسي جدا لحضرتك باشمهندس ادهم العزازي، حضرتك نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله نتقابل في حلقات ثانيه كتير. شرفني يا فندم. ميرسي جدا لحضرتك. كان معانا المهندس ادهم العزازي، باحث ومحاضر في نظم الطاقه. دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع لكم كام فقرات. استنوا.